الموضوع الاساسي هل سنشهد سايكس بيكو جديد؟ نعم سنشهد سايكس بيكو جديد، لكن سندفع ثمن كبير. دلائل على انه تنظيم داعش الجديد هو التمهيد الحقيقي، التمهيد بادوات داخليه مثل ما ذكرت في الفيديو الاول، لا جيوش لا قتال لا قواعد عسكريه، يجب ان يكون القتال داخلي واثاره النعرات الطائفيه والمحاصصه الطائفيه، والاسلام السياسي والاسلامي هو الذي سيقود هذه الموجه لتمهيد نظام العولمه، الاسلام السياسي الطائفي بشقيه.